أحبائي المشاهدين، برحب بيكم من الفضائية الأرامية في برنامجكم، برنامج أحلى من العسل. أهلا وسهلا بيكم، بصلي أن الجميع يكونوا في ملء بركة الإنجيل. إحنا بنتقابل كل أسبوعين في هذا البرنامج، برنامج أحلى من العسل، بنتأمل فيه في كلمة الرب الحية. وموضوع تأملاتنا في هذا اليوم هو أعظمك يا رب، مبني على مزمور 31، مزمور 30 ومن عدد واحد. برحب بيكم وبصلي ان رب يدينا وقت طيب فيه نستمتع مع بعضينا بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. خلونا نطلب بركة الرب على فرصتنا، ونطلب قيادة روح الله القدوس لينا، ونطلب ان الرب يمد ايده ويلمس نفوسنا. بصلي النهاردة ان كلمة الرب تكون مشددة ومشجعة لكل واحد ولكل واحدة بيشاهد هذا البرنامج، وبصلي النهاردة ان الرب يفتح عينينا ويوجه انظارنا وقلوبنا اليه ويدينا نعم عشان نتمتع بحضوره، نتمتع بقوة عمله في حياتنا، ونختبر ايده القوية القديرة وهي بتعمل امور عظيمة ومجيدة في حياتنا. خلونا نطلب بركة الرب على الكلمة، وبعد كده نتأمل في كلمة الرب الحية. احنا على الهوا زي ما قلت مباشرة، واي حد عنده سؤال او استفسار او طلبة صلاة بنرحب بيكم معانا في هذا البرنامج. يا رب نقدم ليك كل الشكر وكل الحمد، بنقدم ليك يا رب كل الاكرام والسجود والعبادة، لأنك إله عظيم جدا، ليس لعظمتك حدود أو استقصاء. أنت الله وليس آخر، الإله وليس مثلك. نشكرك يا رب لأنك أنت الذي صنعت السماوات. نعم يا رب، السماوات تحدث بمجدك، الفلك يخبر بعمل يديك، يوم إلى يوم يزيع كلام، وليل إلى ليل يبدي علم. يا رب بنشكرك لأجل قوتك وقدرتك، نشكرك لأجل مراحمك ومحبتك، نشكرك لأجل نعمتك وخلاصك. أنت إله عظيم جدا يا رب، ليس لعظمتك حدود. أنت عظيم في أمانتك، عظيم يا رب في محبتك، عظيم في غفرانك يا سيد الرب. يا رب بنشكرك النهاردة لأجل إيدك الممدودة لينا. يا رب أنت تريد أن تعلن عظمتك لكل واحد ولكل واحدة فينا، فساعدنا يا رب علشان نشوف عظمة مجدك في حياتنا، ونشوف عظمة عملك في حياتنا يا سيد الرب. افتح النهاردة قلوب ليك يا سيد الرب، ودي كلمتك انها تأتي على تربة جيدة فتأتي بالثمر يا سيد الرب. انا بصلي من اجل كل مشاهد وكل مشاهدة بيشاهدونا النهاردة وبيتابعوا معنا في هذا البرنامج، بصلي انك تعمل بكلمتك في حياة كل واحد وكل واحدة فينا، وتدينا نعمة يا رب علشان نسمع ونعمل بكلمتك، لا نكون سامعين فقط خادعين نفوسنا. اعطي لكلمتك انها تبنينا، اعطي لكلمتك انها تغيرنا، ودينا النهاردة يا رب نتغير إلى تلك الصورة عينا، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نعم يا رب نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا لنختبر إرادتك الصالحة المرضية الكاملة. أنا بصلي بركة لكل نفس، بصلي بركة لكل كلمة النهاردة. كلمنا بقوة الروح القدس يا رب، وأعطي لكلمتك سلطانها في حياتي وحياة إخوتي وأخواتي باسم المسيح. مصلي أثق أنك بتسمع وتستجيب، ليك يا أبانا كل كرامة وكل المجد، آمين. مزمور 30 بيقول الكتاب، المزمور 30، مزمور أغنية تدشين البيت لداود. وزي ما قلت عنوان تأملنا النهاردة وعظمك يا رب، ودي فاتحة المزمور. أول آية في المزمور بيقول داود، أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني، يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. رنموا للرب يا أتقياءه، واحمدوا ذكرى قدسه، لأن للحظة غضبه حياة في رضاه، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، يا رب برضاك ثبتت لجبلي عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع، ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة؟ هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب وارحمني، يا رب كن معينا لي، حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. يبارك الرب كلمته المقدسة لتعزية وفائدة وبنيان نفوسنا في هذا المساء. بيبدأ داود هذا المزمور، والمزمور عنوانه أغنية تدشين البيت. يعني داود لما بنى بيت جديد صنعه لنفسه من خشب الأرز قبل ما يبني بيت للرب،
وحب يدشن البيت دوت او يفتتح البيت. كلمة تدشين يعني افتتاح، اول ما دخل في البيت. ناس كتير اول ما بيدخلوا في بيوت جديدة بيعملوا ولايم ويعملوا يعني حفلات عالمية، لكن داود لما بنى بيت لنفسه حب يفتتح البيت بانه يغني للرب اغنية، انه يرنم للرب ترنيمة، انه ينشد للرب انشودة. والانشودة والاغنية والترنيمة دي كان مطلعها اعظمك يا رب لانك نشلتني ولم تشمت بي اعدائي. وده شيء رائع احبائي، لما الرب يكرمنا ويدينا بيت او نتحول من مكان لمكان، اول حاجة نعملها اننا نكرس هذا المكان او هذا البيت للرب، اننا نعظم الرب فيه ونذكر اسم الرب ونعلي اسم الرب في هذا البيت. وده ليه دلالة واشارة على انه حيث أسكن أنا يسكن الرب، وفي الخيمة التي أقيم فيها يقيم الرب. علشان كده التعظيم اللي عظمه داود ما كانش للناس، ما كانش للظروف، ما كانش لنفسه، ما كانش اللي حواليه، لكن التعظيم اللي عظمه داود كان للرب، لأن الرب يستحق أن يعظم ويستحق أن يرتفع اسمه ويعلو شخصه بقوة. وكلمة أعظمك معناها أحمدك وأرفعك وأسبحك وأباركك. كلمة أعظمك يعني مش إنه الرب مكانته منخفضة وإحنا بنديله بنرفعه بنديله التعظيم ونرفع من مقامه، هو مقامه عالي، مركزه عظيم، مركزه مرتفع. عشان كده إحنا بنعطي للرب الحمد والتسبيح والشكر والإكرام اللائق بهذا الإله الذي له المكانة المرتفعة والعظيمة والعالية. عشان كده داود بيقول أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. لما الرب اداله بيت، خلي بالك داود عاش وهو ممسوح ملك، عاش فترة طويلة هارب، كان بيسكن في البرية، كان بينام في الصحراء، كان بينام على الجبال، ومرات كان بيبات في الكهوف داخل الكهف، كان بينزل جوا الكهف وينام فيه. ليه؟ لأنه كان شاول الملك بيطارد داود باستمرار. ولما الرب ريحه من كل التعب ده ومن كل العناء ومن النوم في المغاير ومن النوم في، مع انه كان ملك في الوقت ده وممسوح من صموئيل، ممسوح من الرب على يد صموئيل انه يكون ملك لشعب الرب اسرائيل، لكنه كان مطرود وكان مرفوض من شاول الملك. لما الرب اداله مكان يسكن فيه ما قالش انا ده بقوتي او لاني انا استحق، لاني انا تعبت وعانيت عشان كده ربنا اداني البيت ده، لكن ابتدى يشكر الرب لأجل هذه العطية، يشكر الرب لأجل إحسان مادي لمسه في حياته داود واختبره في حياته. عشان كده ابتدى يسبح ويعظم ويمجد الرب ودشن البيت، يعني افتتح البيت بهذه الترنيمة وبهذه الانشودة وبهذه الأغنية. خلي بالك داود هنا ما بيقولش نعظمك بلغة الجمع، لكن بيقول أعظمك أنا، يعني أنا ماليش دعوة بالناس. يمكن الناس، في ناس بينكروا وجود الله، في ناس بيجدفوا على الرب، في ناس من شرورهم بيلعنوا الاسم الحسن، اسم الرب المبارك. انا ماليش دعوه بالناس، الناس تعمل زي ما هي عايزه تعمل والناس تتصرف زي ما هم عايزين يتصرفوا، بس بالنسبه لي انا فانا اعظمك، انا ارفعك، انا احمدك، انا اباركك، انا امجدك، لانك اله تستحق التمجيد، لاني اختبرتك. وداود لما بيقول الأغنية دي بيقول أبناء على اختبار، مش بيقول أبناء على كلام سمعه من حد بيقول له يا داود عظم الرب، فهو رايح يعظم الرب لأنه سمع التعظيم، لكن داود بيعظم الرب لأنه اختبر الرب في حياته، اختبر وجود الله في حياته، لمس حضور الرب الحي الحقيقي في حياته، علشان كده بيعظم الرب. خليني أسألك عزيزي المشاهد وأختي المشاهدة، قد إيه إحنا بنعظم الله في حياتنا؟ قد ايه مقدار الحمد والتسبيح والشكر والتهليل؟ هل حياتنا مليانه بالتذمر رغم ما اعطاه الرب لينا من بركات روحيه ومن بركات زمنيه، ما زلنا متذمرين غير راضيين غير شاكرين؟ ولا في افواهنا تسبيحه حمد وشكر وتعظيم واجلال لملك الملوك ورب الارباب لاجل احسانه الابدي لنفوسنا؟ يا رب دين النهارده اتعلم من داود ان انا اعظمك واني ارفع اسمك العظيم العالي والمرتفع. لكن خليني اقول ليه داود عظم الرب، ليه داود كان بيسبح الرب بيمجد الرب بيعلي اسم الرب العظيم. هو ذكر لينا في المزمور اربع اشياء لاجلها يسبح ويعظم ويمجد الرب الهنا.
قال ايه في آية واحد؟ اعظمك يا رب لانك، ايه الاشياء اللي عملها الرب معاك واختبرتها علشان كده هتعظم الرب، هتبارك الرب، هتسبح الرب؟ قال اول حاجة لانك نشلتني. الرب عمل اربع امور ذكرها داود في المزمور بيعظم الرب من اجلها. الامر الاول نشلتني. وايه معنى كلمة نشلتني؟ في فرق بين الرفعة والنشلة. رفع واحد يعني واحد مد ايده كده وسحبه بالراحة، لكن نشلتني فيها اعلان القوة، يعني مديت ايدك وسحبتني وشديتني بقوة. يا رب اعظمك لانك انت عظمتني، لانك انت رفعتني. انا كنت تحت، كان مكاني تحت، كان مكاني في الحضيض، لكن انت جيت وانت شلتني رفعتني. رفعك منين؟ رفعني من مكان منخفض، رفعني من الحفرة، رفعني من الجب، رفعني من النقرة، رفعني من مكان السقوط والانحدار والهاوية. كنت نازل تحت لكن رب مد ايده وانت شلني. اعظمك يا رب لانك نشلتني. نشلتني يعني رفعتني بشدة، زي ما اخوة يوسف سحبوا اخوهم من البير علشان يبيعوه لقافلة من الاسماعيليين، سحبوه بقوة. وارميا كان في الجب، رموه في الجب، غاص ارميا في الوحل. علشان كده واحد من احبابه اصدقائه جاب حبال وعليها ثياب بالية ورماها لارميا وقال له حط الثياب البالية دي على الحبل وحط الحبل تحت ابطك وانا ارفعك من الجب. ورفع ارميا من الجب. اعظمك يا رب لانك رفعتني، لانك نشلتني يعني سحبتني واعلنت قوتك في سحبي الى الاعلى، رفعتني بشدة الى اعلى. خليني أسألك عزيزي المشاهد واختي المشاهدة عن موسى، لماذا سمي موسى بهذا الاسم موسى ومين اللي سماه؟ خلي بالك موسى لم يسمى باسم موسى من عن طريق أمه أو أبوه، لكن ابنة فرعون هي التي سمت موسى بهذا الاسم. وليه سمته موسى؟ لأن المعنى موسى بالعبرية معناه منتشل، منتشل. ودعته موسى لأنها قالت انتشلته من المياه، يعني رفعته بقوة، أنقذته، كان رايح يغرق، كان النهر هياخده لبعيد وكان هيضيع ويهلك، لكني أنا انتشلته، أنقذته من الهلاك، أنقذته من الغرق، من الغرق. أحبائي كلنا كنا هالكين، كلنا كنا غرقانين في الوحل وفي الطين، لكن الرب مد إيده ونشلنا. علشان كده لازم تكون صلاتنا مع داود، أعظمك يا رب لأنك نشلتني، نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. أحبائي كنا هالكين بسبب الخطية، لكن الرب مد إيده وانتشلنا. كلنا يمكن أن يطلق علينا الاسم موسى، يعني منتشل، لأن الرب خلصنا. عايز أقول لك أن في واحد بس هو اللي بينتشل، واحد بس هو اللي بيرفع، واحد اللي بيرفع بقوة وبشدة ينقذك من الموقف اللي انت فيه، من الظروف اللي انت فيها، من الخطايا، من الأثام، من الضيقة اللي انت فيها. يسوع وحده متخصص، يسوع المسيح متخصص في الانتشال من سجن الخطية، من سجن العبودية، يستطيع، ولا أحد غيره يستطيع أن ينشلنا. الرب يقدر ينشلنا من حاجتين. الحاجة الأولانية ينتشلنا من النار. في نبوة زكريا صح 3 عدد 2 في آية رائعة بيقولها الوحي عن واحد اسمه يهوشع الكاهن العظيم، يقول له إيه؟ يقول هذه كلمات: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، أليس هذا عن يهوشع، أليس يهوشع شعلة منتشلة من النار؟ اتسحب من النار، كان رايح يهلك، كان رايح يتحرق، لكنه اتسحب من وسط النار، نار الخطية التي تحرق الإنسان. الكتاب المقدس بيشبه الخطية بالنار في سفر الأمثال أصحاح 6 عدد 27 وعدد 28، يقول سليمان الحكيم: أيأخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ بيتكلم هنا عن خطية النجاسة. أيأخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ إذن الرب مد إيده وانتشلنا. منين انتشلنا؟ انتشلنا من نيران الخطية، بعد ما كانت الخطية بتحرق حياتنا وبتدمر حياتنا، لكن الرب مد إيده وسحبنا بقوة، انتشلنا من النار. حاجة تانية: وعظمك يا رب لأنك نشلتني من المياه. نفس المرنم داود في مزمور 18 عدد 16. اقرأ مزمور 18، افتح الكتاب وقرأ بعد ما نخلص البرنامج، أو استمتع
عمل الله في حياة داود في مزمور 18. يقول ايه في مزمور 18 والعدد 16؟ يقول أرسل من العلا فأخذني، الرب بعت من العلا وخدني لي، رفعني لي، نشلني من مياه كثيرة. ايه هي نوع المياه الكثيرة اللي كانت حواليك يا داود؟ الأعداء بيحيطوا بيا من كل ناحية، أعداء بيرافقوني من كل ناحية ومتابعيني من كل ناحية، وعشان كده بيقول أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. أحبائي الرب إلهنا أرسل من العلا فأخذنا. في أعداء، في مضايقات، يمكن أنت دلوقتي بتمر بظروف صعبة، بضيق في العيلة، بمشكلة مع الأولاد أو مشكلة مع البنات أو مشكلة مع الزوج أو الزوجة، مشكلة مع حد من الأقرباء. مفيش حد يقدر ينقذك من المشاكل دي وينتشلك من هذه الضيقات والمتاعب والظروف الصعبة اللي انت بتجوز فيها إلا يسوع. والرب لما ينتشلك من الألم يطلعك من الألم إلى رحب لا حصر فيه. عشان كده ترنم مع داود وتقول نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. في أعداء كثيرين، إبليس عايز يشمت بينا، لكن الرب يقول وبيدينا النصرة، ولما يدينا النصرة نقدر نغني ونقول الكلمات الرائعة دي، نقول إنه لا تشمتي بي يا عدوتي لأني إذا سقطت أقوم، إن كنا نتألم مع يسوع فلكيما نتمجد أيضا معه، يرفعنا عشان نتمجد معاه، ينتشلنا من الألم من الضيق علشان نفرح وياه، عشان نستمتع بمحضره الإلهي. يبقى أول حاجة داود بيعظم الرب لأجلها لأنه نشلني. أنا عايز أقول لك إذا أنت بتمر بظروف صعبة، يمكن بتلجأ للناس، يمكن بتروح لناس أقرباء أو معارف أو ناس عندهم حكمة أو ناس عندهم خبرة وتقول لهم من فضلكم أنا عايزكم تطلعوني من الأزمة اللي أنا فيها، الأزمة اللي أنت فيها والظروف الصعبة اللي أنت بتمر بيها، مفيش واحد يقدر يطلعنا منها غير الرب. وده اختبار داود، داود بيقول لنا الكلام ده لأنه اختبر كده، كان بيمر بظروف صعبة، كان السيف على رقبته، كان شاول عايز يقطع رقبته، عايز يموته، لكن رب نشله. وكان في أعداء كثيرين بيساعدوا شاول على تنفيذ هذا المخطط، لكن بيغني ويقول هذه الكلمات الرائعة، نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. أنا عايز أقول لك أن الرب عنده قدرة وقوة أنه ينشلك من خطاياك، ينشلك من النجاسة. يمكن وقعت في مستنقع الإثم والنجاسة والخطية، الوحيد اللي يقدر يحررك منها وينقذك منها وينشلك منها هو الرب. يمكن بتمر بضيقات، مؤمن بس بتمر بضيقات، اللي يقدر ينشلك من الضيق ومن الألم شخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد. يبقى أول سبب بيغني لأجله داود وبيقول أعظمك هو إنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. السبب الثاني، أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. آية 2 بيقول لنا على الأمر الثاني اللي من أجله بيعظم الرب، إيه هو؟ يقول يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني. يبقى السبب الأول اللي بيعظم داود الرب لأجله هو أنك نشلتني. السبب الثاني، شفيتني. شفيتني عندما نستغيث يسمع، عندما نطلب يأتي، ويأتي ويشفي، مش يجي يتفرج علينا. هو ليس كالآلهة الأخرى، يقول الكتاب أن كل آلهة الأمم أصنام، ومالها الأصنام دي؟ لها عيون لكنها لا تبصر، لها آذان لكنها لا تسمع، لكن رب إلهنا سامع الصلاة، إليه يأتي كل بشر. علشان كده إلجأ إليه، اطلبه، استغثت بك يا رب، أنا بستغيث بك، بطلبك عشان تشفيني، استغثت بك فشفيتني. نادي على الناس، مرات كتير نلجأ للناس، الأقرباء، الأحباء، الأب، الأم. نفسه داود بيقول في مزمور 27 عدد 10 إن أبي وأمي قد تركاني، لكن الرب يعمل إيه؟ يضمني. ممكن الناس يتركونا، يتخلوا عننا، لكن استغثت بك يا رب فشفيتني، جيت لغاية عندي ومديت إيدك ولمستني وشفيتني. من أي شيء يشفينا الرب؟ إيه الأمور اللي ممكن الرب يشفينا منها؟ هقول لك النهاردة كم أمر الرب ممكن يشفينا منه. أربع أمور الرب يستطيع أن يمد يده ويشفينا من هذه الأمور. الأمر الأول اللي يقدر الرب يشفينا منه هو العصيان. الرب يشفي من العصيان. تقول لي هو العصيان مرض؟ العصيان هو مرض؟ نعم، العصيان مرض. في أرمية 3 عدد 22 يقول ارجعوا
أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم. يا ربي هو العصيان والتمرد مرض، نعم، قلب مريض بالعصيان، قلب مريض بالتمرد، إنسان متمرد، متمرد على كل شيء، متمرد على ربنا، متمرد على العيلة، متمرد على البيت، متمرد على نفسه، متمرد على، في تمرد في حياتك، في عصيان، مش عايز تخضع، مش عايز تطيع، ده مرض موجود جواك. محدش يقدر يمد ايده ويشفيك من العصيان غير الرب. عشان كده اقول له يا رب انا انسان عاصي، عايزك تمد ايدك وتنزع مرض العصيان من قلبي، وتعلمني ان انا اكون مطيع خاضع مسلم ليك يا رب، اسلم ليك واخضع لمشيئتك في حياتي. يقول هذه كلمات الرب: ان شئتم وسمعتم تاكلون خير الارض، وان ابيتم وتمردتم، ابيت وتمرد، رفضت، لم تطيع، عصيت، تؤكلون بالسيف. في عقاب للعصيان لما تعصوا، لما تعصي الرب، لما تتمرد على الرب، في عقاب لهذا التمرد. علشان كده يا رب علمنا ازاي نكون مطيعين، ازاي نكون عجينه طيعه في ايدك، تشكلها كما انت تريد مش كما نحن نريد. الرب يشفي من العصيان. ارجعوا الي ايها البنون العصاة. هل انت ابن عاصي؟ هل انت ابن عاق متمرد؟ يقول فاشفي عصيانكم. الرب الهنا يستطيع ان يشفي القلب العاصي. مرات كتير تحاول تخضع قلبك، تقول له يا قلبي اسمع كلام، يا قلبي اسمع كلمه الرب، يا قلبي اخضع، يا حياتي اخضعي لكلمه الله، تلاقي نفسك ماشي عكس كلمه الله. تعال الرب وقول له كده، قول له يا رب انا عايزك انت تخلصني فاخلص، زي ما قال ارميا: توبني يا رب فاتوب، خلصني يا رب فاخلص، اشفني يا رب فاشفى. يا رب اشفيني من العصيان النهارده، عندي تمرد، بحاول اخضع قلبي وحياتي لارادتك ولمشيئتك، بس مش راضين يطوعوني، عصين حتى علي انا، قلبي بيعصاني مش راضي يخضع ليك. عشان كده انا جاي لك تشفيني من مرض العصيان. اعظمك يا رب لانك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي، يا رب إلهي. نعم يا داود، استغثت بك فشفيتني. أشكرك لأنك شفيتني من العصيان، شفيتني من التمرد يا رب، شفيتني من العصيان. حاجة تانية، مش بس العصيان، لكن شفيتني من العرج. في مؤمنين، في مؤمن مطيع لكنه أعرج، رجليه فيها مشكلة. يعني إيه رجليه فيها مشكلة؟ الرجل في الكتاب المقدس أحبائي تشير إلى السلوك. في كتير من المؤمنين للأسف رجليهم عنده رجل عرجة، يعني عنده خطية معينة في سلوك، عنده التواء معين في سلوك. عشان كده الرب عايزك النهاردة تصرخ إليه عشان الرب يشفيك من العرج، يمد إيده وينقذك من هذا العرج. كلمة الله بتقول إنه عدم الأمانة في الكلام، غير أمين في عملك، ممكن تكون غير أمين مع زوجتك، مع أولادك، غير أمين في كلامك، ممكن تقول كلمة وترجع فيها، مش صادق في كلامك، كلام النميمة اللي بيطلع مننا ده عرج في السلوك. معنى أن رجلينا عرجة معناها أن ما فيش استقامة في حياتنا الروحية. الرب عايزنا النهاردة نستقيم، تستقيم حياتنا الروحية عشان نقدر نطيع الرب، عشان نقدر نسمع ليه ونخضع ليه ونقبل حضوره في حياتنا، وتكون حياتنا بحسب فكر الرب وحسب عمل الرب فيها. العرج، الرسول كاتب رسالة عبرانيين في عبرانيين 12-13 يقول: اصنعوا لأنفسكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. اصنعوا لأنفسكم مسالك مستقيمة، يعني امشي في سكة مستقيمة. ليه؟ علشان الأعرج لا يعتسف. كلمة يعتسف يعني يطلع بره الطريق، يعني ينحرف عن السكة. علشان كده إذا فينا حد أعرج، امشي في السكة المستقيمة، وطريق المستقيم هو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد، يقدر يشفيك من العرج اللي موجود في حياتك. بطرس لما شاف الرجل المقعد عند باب الجميل هو ويوحنا، والرجل كان بينتظر أنه يأخذ منهم عطية، بطرس قال له: ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي إياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. يقول الكتاب: ففي الحال تشددت ركبتاه وكعباه ووقف ووثب وصار يمشي. مين اللي اداله القوة دي؟ حبائي كان السلطان في اسم يسوع. عشان كده نال هذا الرجل المقعد الشفاء وقام في الحال
وابتدأ يمشي. الرب يشفي، يشفي الرب من العرج، يشفي الرب من العصيان. إذا في عصيان وتمرد في حياتك الرب يقدر يشفيك. ارجعوا إلي أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم. اصنعوا لأنفسكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. الرب يشفي من العرج الروحي، عرج السلوك. إذا في التواء في سلوكك، إذا في تصرف غير لائق في سلوكك الروحي، قول له يا رب النهاردة أنا جاي لك عشان تشفيني، غير سلوكي المعوج والملتوي يا رب، وديني أسلك باستقامة قدامك. لأنه كلمة الله بتعلمنا أحبائي أنه انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. يبقى الرب يشفي من العصيان، الرب يشفي من العرج. نمرة ثلاثة، الرب يشفي من انكسار القلب. يشفي من انكسار القلب، في قلوب مكسورة. الرب استغيث بالرب إذا قلبك مكسور النهاردة علشان يشفي جرح قلبك، عشان القلب المكسور ملوش شفاء إلا في الرب يسوع المسيح. مزمور 147 عدد 3 يقول كاتب المزمور: يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم. يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم. وتمت في المسيح النبوة اللي جت في أشعية، قالها الرب نفسه لما أرى في كفر نحوم، أرى دفع عليه الكتاب لكي ما يقرأ، فقرأ هذه النبوة التي سجلت عنه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. رب جي علشان يبشر المساكين ليشفي منكسر القلوب. تقول لي يعني ايه قلب مكسور؟ يعني ايه قلب مكسور؟ يعني خيبة أمل، يعني حد كان واضع أمله في شيء معين وخاب أمله، خاب رجاؤه في هذا الأمر. ناس خيبوا أملك، أولادك خيبوا أملك، أمر معين خلاك تبقى مجروح، حزين، متضايق، متألم، في حزن في داخلك. ده معنى انكسار القلب. الرب يأتي بيده المثقوبة ويشفي هذا الكسر اللي موجود في حياتك، هذا الحزن الموجود في حياتك. يبقى الرب بيشفي من العصيان، الرب بيشفي من السلوك المعوج من العرج، الرب بيشفي من انكسار القلب. الأمر الرابع، الرب يشفي من الجروح. الجروح، في جروح في الحياة، ناس كتير مجروحين، يقول لك أنا حد غلط فيا، أنا سامحته، غفرت له، لكن حقيقة في جرح جوايا مش راضي يشفى. في حاجة حصلت جوايا من ساعة الموقف ده، من ساعة الأمر ده، حصل جوايا ألم، في جرح، لأني ما كنتش أتوقع يحصل معايا كده، ما كنتش أتوقع من الناس، أنا مسامحهم، غفرت لهم، لكن في جراح موجودة في الداخل. مين اللي يقدر يشفي من هذه الجراح؟ اسمع ماذا يقول أرمياء النبي في أرمياء 30 عدد 12، يقول عن شعب الرب: لأني أرفضك، أرفضك يعني أشفيك أو أداويك، أشفيك من جروحك يقول الرب. الرب يقدر يجي ويحط ضمادة على الجرح، على القلب المجروح، على النفس المجروحة، على المشاعر المجروحة، على العواطف المجروحة. رب يقدر يضمد جرح قلوبنا. علشان كده يشفي الرب من الجراح. يمكن يكون في قريب أو نسيب أو حد معرفة أو زميل في العمل جرحنا بكلمة معينة، ظن فينا سوء، كلم علينا كلام مش كويس، ونيجي مجروحين مش قادرين، نيجي نصلي قدام الرب في انكسار في داخلنا. الرب يشفي. كسرك عديم الجبر، جرحك عضال. لكن يرجع يقول في آية 17 أرمية 30 12 و17: لأني أشفيك من جروحك يقول الرب، لأنهم دعوك منفية صهيون التي لا سائل عنها. أنا هسأل عنك، أنا أدور عليك، أنا أشفيك. بعد ما نرجع من البريك هنكمل مع بعضين أحبائي عن بأي شيء يشفينا الرب، إيه هي وسائل الشفاء اللي بيستخدمها الرب علشان يشفينا. ما تنسوش النهاردة احنا بنتكلم عن أعظمك يا رب. قلنا ليه داود بيعظم الرب في مزمور 30، وقلنا حاجتين: الأمر الأول أعظمك لأنك نشلتني، والأمر الثاني أعظمك لأنك شفيتني. شفنا الرب يشفينا من أربع أمور: بيشفينا الرب من العرج، بيشفينا الرب من الجراح، من انكسار القلب، بيشفينا الرب من العصيان. لما نرجع نشوف الأمور اللي يشفينا الرب بيها، ابقوا معنا
بعد قليل نكون معكم. قريبا جدا على قناة الأرامية خلال هذا الشهر مجموعة من البرامج الروحية المباشرة مع خادم الرب القس جورج سابع. ما بيقدر إلا يركع ويصلي ويقول له يا رب سامحني على ضعف، لأن الحصاد كثير والفعل قليل. لا تفوتكم فرصة مشاهدة برامجنا المباشرة، والرب يبارككم. تقدم الفضائية الآرامية برنامجاً جديداً باللغة الإنجليزية بعنوان Bridging the Generational Gap. البرنامج يناقش التحديات التي تواجه العلاقة بين الآباء والأبناء والمفارقات بين القيم والأفكار العالمية السائدة والقيم الروحية الكتابية. هذا البرنامج هو من إعداد وتقديم الدكتور باسم غوريال والأخت سمر غوريال. نحن نشجع الآباء والأولاد لمشاهدة هذا البرنامج ليكون سبب بركة لتقوية العلاقات الأسرية. مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أعزائنا المشاهدين، نقدم لكم باقي من برامجنا الأسبوعية الجديدة، منها برنامج مع القس الدكتور غسان خلف بعنوان الحياة مع المسيح. نصلي أن تقضوا أوقات روحية مع كل برامجنا في الفترة القادمة. أهلا بكم أحبائي مرة تانية في برنامجكم برنامج أحلى من العسل. بنتكلم النهاردة ونتأمل في كلمة الرب عن أعظمك يا رب لأنك نشلتني من مزمور 30 عدد 1. إحنا معاكم على الهواء مباشرة. أعتقد معنا اتصال. هلو ألو، مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. كيفك؟ كيف صحتك؟ نشكر أبونا. أهلا وسهلا بيكي. بس أطلب صلاة من عندك، صليني علي وعلى أولادي. عندي بكرة عيد ميلاد ابني المرحوم، بك تصلي. حاضر نصلي لك. حاضر. اسمه سعد. سعد. نصلي. سعد عزيزي. سعد. أمين. حاضر. أي والله. صليني يعني رجلي توجعني ودي. صلي لأولادي وصلي لسوريا وإن شاء الله لكل العالم، الله يهديهم. أمين أمين. شكرا لك. أوف كل العالم والعراق. العراق همينا، مصر، أيوة كل الدول. أمين كل الدول. شكرا. هاي الله يحفظكم ويحفظ كل العاملين. ما عندنا غير يسوع. الله يسوع يشافينا ومريم العذراء. الله سبحانه وتعالى يشافينا ويحمي كل العالم. أمين. يا ربي يبطل هالحروب، يبطل هالإرهاب، يبطل كل هاي الأشياء المزينة. أمين. يا ربي ويهدي العالم، يهديهم يا ربي، يهديهم كلهم. أمين. أسلامهم سيهديهم يا ربي، يحميهم، يحمي كل زين يا ربي يحميهم. أمين. ربنا يباركك، شكرا لاتصالك. رب معك. أحبائي إحنا معاكم على الهواء مباشرة، أي حد عنده سؤال أو استفسار أو طلبة صلاة بنرحب بيكم. تكلمنا عن أعظمك يا رب لأنك شفيتني، الشفاء من عند الرب إلهنا. قلنا الرب بيشفي من العصيان، الرب بيشفي من العرج الروحي، الرب بيشفي من انكسار القلب، الرب بيشفي من الجروح. وهنشوف بأي شيء يشفينا، إيه هي وسائل الشفاء اللي بيستخدمها الرب علشان يخلصنا من العصيان والتمرد والجروح وانكسار القلب. ايه هي الوسيلة اللي بيستخدمها الرب للشفاء؟ اول حاجة الرب بيشفينا بشخصه. شخصه هو الشافي، يسوع هو الشافي. مرات كتير بنظن ان الشفاء بيجي بشيء، يعني لازم يكون في حاجة هي اللي بتجيب الشفاء، يعني الصلاة مثلا. خلي بالك الشفاء صحيح، الصلاة وسيلة، احنا بنصلي من اجل المرضى عشان ينالوا الشفاء، لكن الصلاة نفسها مش هي اللي بتدي الشفاء، لكن الشفاء هي في شخص الرب يسوع المسيح. الشفاء موجود في المسيح نفسه. يعني إذا عايز شفاء من مرض الخطية، إذا عايز شفاء من انكسار القلب أو الجراح أو العصيان أو التمرد، في مرض في حياتك روحي نفسي جسدي، ملوش دواء ولا شفاء إلا في المسيح نفسه. عشان كده بطرس في أعمال 9 عدد 34 لقي واحد اسمه إنياس مريض. قال له إيه؟ قال له يا إنياس يشفيك يسوع.
يعني شفائك يا إنياس هو في شخص المسيح. خلي بالك بطرس ما قالش يسوع بصلاته يشفيك، يعني يسوع يصلي من أجلك فتنال الشفاء، لكن قال يشفيك يسوع. يسوع هو الدواء، يسوع هو العلاج، يسوع هو الشفاء. علشان كده أنا عايز أقول لك لما بتيجي للرب مش الرب يصلي لك عشان تنال الشفاء، لكن لما بتيجي للرب الرب بيديك أنت نفسك الشفاء في الحال، لأنه هو الشفاء هو الدواء. في علاج لكل الأمراض الروحية وكل الأمراض الجسدية وكل الأمراض النفسية في شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. يبقى أول حاجة الرب بيشفي بيها هي شخصه. وأعتقد عندنا اتصال، ناخد اتصال تاني. فضائية الأرامية تفضلوا، برنامج أحلى من العسل. هلو تفضلوا أنتوا على الهوا. حبيبي أنا باتصالات. أهلا بيك يا أخت وزيرة. أنا وزيرة عبد ربكم. أهلا بيك حبيب. أنا إجري راحة بدي أركب إجر وموجوع كثير ونفسيتي تعبانة كثير. أنا اسمعيني من على التليفون بس مش على التلفزيون لأني طيب. نعم. بدي صلاة لأولاد كمان تجيب السلام بينهم. حبيبي كلهم زعل مع بعضهم. مين؟ أنا ما سمعتش. صلاة لأجل مين؟ لأجل أولادك؟ أولادي أولادك للسلام. بدي صلاة لأولادي كمان تجيب المحبة بينهم يا حبيبي. حاضر. أمين. الرب يتعامل معاهم ويغير قلوبهم ويحط في قلوبهم السلام. هو نفسه سلامنا، المسيح هو سلامنا اللي جعل الاثنين واحد، يصنع الرب صلح وسلام في العيلة. أخت وزيرة نصلي لك كمان الرب يلمسك لمسة شفاء. وشكرا لاتصالك. شكرا. الرب معك. أمين. الرب إلهنا هو الطبيب الشافي، شخصه هو الشافي، الشفاء في المسيح نفسه، بمعنى أنه بعيد عنه لا يوجد شفاء للروح ولا للنفس ولا للجسد. يبقى بأي شيء يشفي الرب يشفي بشخصه. حاجة تانية اللي بيشفي بيها يسوع، يشفي بيداه، يمد الرب إيده، يمد الرب إيده ويشفي. في أيوب 5:18 يقول يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان، يسحق ويداه تشفيان. مرات ناخذ الجروح والسحق من ايديه لكن لا نطلب الشفاء منه. الرب يسوع المسيح لمس الابرص فشفاه. فالرب يمد ايده ويلمس حياتك النهارده، يلمس حياتك ويديكي شفاء، ويديك شفاء حقيقي. ناس كتير بتدور على شفاء الجسد، حلو ان احنا نطلب شفاء الجسد من الرب وننتظر الرب انه يمد ايده ويشفينا، لكن مهم جدا ان احنا نطلب شفاء للنفس، شفاء للروح، ان الرب يحررنا ويفكنا من قيود الخطيه، من العادات الشريره، من الحلفان، من الكذب، من الشتيمه، من النميمه، من الغضب، من الصياح. كل الامور دي اللي حاصله في حياتنا نحتاج ان الرب يمد ايده ويصنع شفاء في بيوتنا، شفاء لحياتنا الروحيه، علشان نبقى عايشين بحسب فكر المسيح ونقدر نعيش بحسب ما الرب عايزنا نعيش، نستمتع بسلامه ونستمتع بمحبته في حياتنا. لما الرب يمد ايده ويشفي ارواحنا ويشفي نفوسنا في الداخل، يبقى الرب بيستخدم ايه للشفاء؟ شخصه لشفائنا، يداه لشفائنا، كلمته ايضا لشفائنا. كلمة الرب بتشفي اعزائي. يعني لما تقعد قدام الكتاب المقدس اقرأ، حلو انك تشاهد الفضائيات وتتفرج عليها وتستمتع بكلمة الله، لكن اقرأ كلمة الله لنفسك. اقعد قدام الكلمة وقول يا رب عايز تقول لي ايه النهاردة من خلال كلمتك. مزمور 107 عدد 20 يقول أرسل كلمته فشفاهم. أرسل كلمته، ليت الرب يرسل كلمة من خلال الكتاب المقدس، من خلال الوحي. دي كلمة الله الحية، حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، فيها قوة للشفاء. تقدر كلمة الرب تشفي نفسك المريضة، تشفي حياتك الروحية. علشان كده اقعد قدام الكلمة واستمتع بكلمة الله، قول يا رب ابعت كلمتك ليا، ارسل كلمتك لحياتي. أرسل كلمته فشفاهم. المرأة الفينيقية راحت للمسيح، امرأة فينيقية
في انجيل مرقس تقرا عنها، المراه دي راحت للمسيح وما كانتش واخده بنتها معاها، لكنها ذهبت للرب وابتدت تطلب اليه: يا سيد ارحمني، ابنتي مجنونه جدا. علشان كده كان عندها ايمان ان الرب يقدر يشفي بنتها وهي مش معاها، يعني مش لازم اجيب البنت للمسيح، المسيح يحط ايده عليها ويصلي فتنال الشفاء، لكن ممكن المسيح يبعت كلمته من بعيد تصل الى بنتي في مكانها فتنال بنتي الشفاء. كان عندها الايمان ده، ارسل كلمته فشفاهم. وقائد المئة جه للمسيح وما جابش الغلام المريض معاه، لكن قال للرب ايه؟ قل كلمة فيبرأ غلامي. ولما رجع البيت سأل: امتى شفي الغلام؟ قالوا له: في الساعة الفلانية. قال لهم: في نفس الساعة اللي قال فيها يسوع يبرأ هذا الغلام، برأ الغلام. يا رب قل كلمة فيبرأ غلامي، أرسل كلمته فشفاهم. ممكن ما تكونش الكلمة مباشرة، غير مباشرة، لكنها تصل إلى قلبي، تصل إلى فكري. الله يتكلم مرة وباثنين لا يلاحظ الإنسان. ربنا ممكن يكلمنا، كلمته طبعا بين إيدينا، لكن ممكن يكلمك في حاجات تانية كتير، يكلمنا بأشياء وبطرق مختلفة. اسمع، خلي ودنك تكون جاهز عشان تسمع صوت الرب، عشان تسمع كلمة الله. ولما الرب يبعت كلمته ستنال الشفاء، ستنال التحرير من الخطية، من العبودية، من سلطان إبليس، وتعيش حياة حرة من قيود الخطية، من قيود إبليس. يبقى الرب بيشفي بكلمته، الرب بيشفي بيداه، الرب بيشفي بشخصه، لكن كمان الرب بيشفي بقوته، عنده قوة للشفاء. يقول الكتاب: وكانت قوة الرب لشفائهم. والمرأة نازفة الدم، ازاي نالت المرأة نازفة الدم الشفاء؟ يقول المسيح: قوة خرجت مني، من لمسني؟ لأن قوة قد خرجت مني. يعني إذن الرب عنده قوة للشفاء، فالمسيح يقدر يديك هذه القوة، يشفيك لأنه فيه القوة للشفاء. يقول: وكل الجمع، لوقا 6:19، كل الجمع طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. استغثت بك فشفيتني. يبقى أول حاجة: أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعداء. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني. يشفينا من إيه؟ يشفينا من العصيان والتمرد، يشفينا من القلب، يشفي القلب المكسور، يشفي من الجراح، يشفي من العرج في السلوك والالتواء في السلوك، يشفي بشخصه، يشفي بيده، يشفي بكلمته، يشفي بقوته، ثم يشفي بألامه وجراحه. يقول في أشعية هذه كلمات، أشعية 53: الذي بجلدته شفيتم، بحبوره شفيتم. والرسول بطرس بيستخدم نفس الكلام في بطرس الثانية 2:24، يقول: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسدي على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته شفيتم، يعني بجلدته، بألام الرب. الذي بحبره شفينا، بألام حبره يعني ألامه، نحن نلنا الشفاء. يسوع صنع الشفاء لنا على الصليب، خد أسقامنا وأمراضنا وأوجعنا الروحية والنفسية والجسدية، شالها. ليه احنا بنشيلها تاني؟ يسوع حملها عننا. كيف ننال الشفاء؟ وسيلة بقى، الوسيلة ازاي نحصل عليه؟ بالصلاة. يقول الرسول يعقوب في يعقوب 5:16 هذه كلمات: صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. من أجل الضعفات، من أجل العيوب، من أجل الأخطاء، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. إذن اطلب من الإخوة أن يصلوا لأجلك، اطلب من الكنيسة أن تصلي من أجلك، لأجل زلة في حياتك، لأجل خطية، لأجل ضعف معين، الرب يشفيك. لأجل مرض نفسي، الرب يشفيك. لأجل مرض جسدي، الرب يشفيك. ثم ننال الشفاء بالإيمان. قال الرب لنازفة الدم: إيمانك قد شفاك. خلي بالك، الست دي لمست المسيح فنالت الشفاء. إيه اللي شفاها؟ لمس ثياب المسيح ولا الإيمان؟ لما جات للمسيح وقالت له كل اللي حصل، حكيت له كل الحكاية، أنا قلت في قلبي إن أنا لو جيت ولمست هود بالثوب سنال الشفاء، المسيح رد عليها وقال لها إيه؟ مبروك عليكي الثوب اللي أنت لمستيه. قال لها كده؟
مبروك عليكي انك لمستي ثوبي فخدت الشفاء. خدي حتة من الثوب بتاعي معاكي علشان باقي الناس التانية المريضة تشفى. لا كده؟ لا، المسيح قال لها إيمانك قد شفاكي. مرات كتير بنعتقد في الثوب، يعني رداء، رداء المسيح. لو لمسنا رداء المسيح زي المرأة نزفة الدم هننال الشفاء. لو لمسنا حاجة معينة، الصليب مثلا، هننال الشفاء. لو فلان حط إيده عليا هنال الشفاء. صدقني مش في حطة الإيد، الشفاء مش في وضع اليد، الشفاء مش في أمر جسدي، لكن بالإيمان. والإيمان أنك تصدق. قال يسوع لهذه المرأة نازفة الدم التي لمست ثوبه فنالت الشفاء. أراد الرب أن يصحح فكرة عندنا وعندها أن الشفاء ليس في لمس الثوب، لكن الشفاء هو في الإيمان. صدق تنال الشفاء. الشفاء في يسوع. نحصل عليه إزاي؟ لما نؤمن أن الرب يقدر يشفينا روحيا من الخطية، يشفينا نفسيا من أمراض النفس، ويشفينا جسديا من أمراض الجسد أيضا، لأن الشفاء الرب شفاء كامل. يبقى قلنا كم حاجة الرب صنعها مع داود في هذا المزمور. كم حاجة؟ أول حاجة، أعظمك يا رب لأنك نشلتني، نشلتني من النار، نشلتني من الماء، رفعتني بقوة، جذبتني إليه، عشان كده أنا بعظمك. لم تشمت بي أعدائي. حاجة تانية، أعظمك يا رب لأنك شفيتني، استغثت بك يا رب إلهي، استغثت بك فشفيتني. أمر التالت، أحييتني. يبقى أول حاجة أنت شلتني، وتاني حاجة شفيتني، تالت أمر بيعظم الرب لأجله أحييتني. آية 3، مزمور 30 آية 3 يقول يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. أحييتني من بين الهابطين في الجب. كنت هابط في الجب، في الحفرة. والحفرة في والحفرة والجب في الكتاب المقدس بتعلمنا عن أنك تكون واقع في الخطية، يعني ساقط في الخطية. أيوب 33 يقول هذه كلمات، يغني بين الناس. مين ده؟ واحد خاطي تائب، كان خاطي وتاب، يغني يقول ايه؟ ايه الاغنية بتاعته؟ اخطأت، عملت الخطايا والشرور والاثام، اخطأت. ايه كمان؟ عوجت المستقيم. يا سلام، كنت في سكة مستقيمة وعوجتها، عملت امور رديئة، اخطأت وعوجت المستقيم. لم اجاز علي، لم اجاز علي، يعني الرب لن يعاقبني. ليه؟ فدى نفسي من العبور الى الحفرة. كنت رايح للهوة، للحفرة، كنت رايح للهاوية، كنت رايح للجحيم، كنت رايح اموت، لكن الرب احياني. يا رب اصعدت من الهاوية نفسي، احييتني من بين الهابطين في الجب. كنت ساقط، خلي بالك، بيقول احييتني من بين الهابطين في الجب، يعني انا كنت فعلا في الجب، كنت في الحفرة، كنت في الهاوية، كنت في العذاب. وانا عايز اقول ان كل نفس بعيد عن المسيح هي في الحفرة، في الهاوية، مش لسه هتروح، هي من دلوقتي في الهاوية، هي دلوقتي بتعاني، بتتألم، معذبة. علشان كده الرب ليه كل المجد يجي ينقذك من الحفرة، يرفعك، فتغني، وغني بين الناس. أخطأت وعوجت المستقيم، لم أجاز علي، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياة النور، والنور هو شخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد. يا رب إلهي أصعدتني، أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. يا رب أنا بعظمك لأني أنا ما أقدرش أرفع نفسي من بين الهابطين في الجب، أنا واقع في الجب مع الهابطين، أنا في منحني، أنا منكسر، أنا ساقط في الخطية، لكن ما أقدرش أطلع نفسي، أنت جيت ورفعتني. عشان كده أنا أعظمك، أعظمك يا رب، أحمدك وسبحك ومجدك لأنك أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. خلي بالك، الكتاب بيقول في آدم يموت الجميع. يعني في آدم يموت الجميع؟ يعني كل البشر أصبحوا خطاة مع آدم الخاطئ، أصبحوا ساقطين مع آدم الساقط. الجميع، الكتاب المقدس يقول الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاح، الجميع أعوزهم مجد الله. يعني محتاجين كلهم إعلان مجد الله، ومجد الله ظهر في المسيح.
علشان كده في آدم يموت الجميع، لكن في المسيح سيحيا الجميع. مقصود بالجميع الثانية جميع الذين يؤمنون بالمسيح، جميع الذين يطلبون الخلاص من المسيح. كل نفس تنال الخلاص، لأن يسوع جاء لكي ما يخلص، يخلص من الحفرة، اللي هبطوا في الحفرة، اللي سقطوا في الهاوي، يرفعهم. وعظمك يا رب لأنك أحييتني. هل نلت الحياة في المسيح؟ سؤال مهم جدا. هل أنت حي في المسيح يسوع ولا أنت ميت؟ يسوع قال جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. علشان كده الحياة الحقيقية ننالها في المسيح. كورنثوس الأولى 15:21 يقول فإنه إذ الموت بإنسان، الموت صار بإنسان اللي هو آدم، بإنسان أيضا قيامة الأموات. ومين هو اللي قام من الأموات وأقامنا معه؟ يسوع المسيح له كل المجد. هو الذي قام من بين الأموات، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، أحييتني. يبقى تكلمنا عن ثلاث حاجات لغاية دلوقتي في مزمور 30. الأمر الأول، أعظمك يا رب لأنك نشلتني، وأعظمك يا رب لأنك شفيتني، وأعظمك يا رب لأنك أحييتني. الأمر الرابع والأخير، وأعظمك يا رب لأنك حولتني. وده موجود في آية 11، آية 11 من مزمور 30 يقول حولت. حول إيه يا داود في حياتك؟ إيه اللي حصل تحويل وتغيير اللي حصل في حياتك؟ إيه اللي عمله الرب؟ إيه التغيير اللي عمله فيك؟ يقول حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا. إيه معنى الكلام ده؟ حولت نوحي. إيه هو النوح؟ النوح شخص بيبكي وبيولول، يعني بيقول كلام على الأحزان اللي عنده، بيغني في حزنه، بينشد أحزان، بيقول كلمات زي اللي بيعددوا كده، يعني بيقولوا كلمات يعني بيندب حظه زي ما بيقولوا، قاعد باستمرار يقول يا ويلي حصل لي وجالي ورحت وخسرت وربحت، وقاعد يندب. ده كان حال داود قبل ما يعرف الرب. حولت نوحي، كنت منوح ببكي بكلام مرارة، ببكي بكلام أحزان، لكن لما جيت عندك يا رب شلت النوح. عملوا إيه؟ حولوا لإيه النوح ده؟ لما واحد يكون بينوح وبيقول كلام وبيندب حظه وبيبكي وحالة حزن كئيبة جدا ويتحول، عارف لو سكت ده يبقى إنجاز. يعني لو واحد بينوح ويبكي وحد قدر يسكته يبقى عملت معاه إنجاز كده. لما تروح جنازة بعيد عنك وتلاقي ناس بيبكوا بدموع شديدة، حد فقدوا حد شاب مثلا وكان فجأة ومالين يبكوا بشدة، لو قدرت تسكتهم عن البكاء يبقى أنت أنجاز، يبقى أنت عملت عمل كبير قوي. لكن الرب حول الشخص اللي بينوح ده ويبكي بمرارة لأنه في شيء أحزنه جدا، حوله مش لفرح، لكن يقول إيه؟ حولت نوحي إلى رقص، يعني من شدة الحزن والكآبة إلى شدة الفرح، إلى نشوة الفرح. كلمة رقص هنا معناها جعلتني أصل إلى أقصى مراحل الفرح، أقصى مراحل الفرح. يا رب حولت نوحي إلى رقص لي. وبعدين يقول إيه؟ حللت مسحي ومنطقتني فرحا. يعني إيه مسح؟ المسح هي علامة الأحزان. الرب يستطيع أن يرفع هذه الأحزان ويحط مكان الأحزان دي فرح، يديك حزام اسمه حزام الفرح، يحول الحزن والنوح إلى رقص ويحل المسح علامة الأحزان ويديك مكانها منطقة أو حزام فرح في حياتك. مين اللي يقدر يعمل كده؟ الرب يسوع المسيح له كل المجد وحده. أنا بصلي من كل قلبي أن تكون الكلمة النهاردة في مزمور 30 سبب بركة لحياتك. وإذا أنت عندك إذا أنت ساقط في حفرة، الرب يقدر ينتشرك. إذا أنت مريض، الرب يقدر يشفيك. وإذا أنت في حالة موت، الرب يقدر يحييك. وإذا أنت في حالة حزن وكآبة، الرب يقدر يحول النوح والحزن والكآبة إلى فرح. فتنشد مع داود وتقول أعظمك يا رب لأنك نشلتني، يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني،
نعم أحييتني من بين الهابطين في الجب، حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا. أشكر رب لأجل هذا الوقت اللي قضيته معاكم. هنختم برنامجنا بالصلاة، وهنصلي من أجل الأحبة اللي طلبوا صلاة لأجل الظروف اللي بيمروا بيها، وهنختم البرنامج مع بعضينا، ونتقابل معاكم في الأسبوع اللي بعد الجاي بمشيئة الرب في برنامج أحلى من العسل. يا رب بنقدم ليك كل الشكر وكل الحمد، بنقدم ليك يا رب كل الإكرام والسجود والتعبد، لأنك إله عظيم جدا تقدر تعمل أمور عظيمة ومجيدة وجليلة في حياتنا. علشان كده يا رب جايين لك النهاردة بنطلب أنك تتعظم في حياتنا يا سيد الرب، بأنك تحيي الناس اللي لسه ما زالوا أموات بالذنوب والخطايا. فيش غيرك يا رب يقدر يحول من الموت إلى الحياة، أنت مصدر الحياة. يا رب جايين لك النهاردة مش بس عشان تحيي، لكن عشان تعطي مع الحياة فرح. في ناس كتير عايشين في النوح، حل يا رب وحول النوح إلى رقص، حول من أقصى الحزن ومن عمق الحزن العميق إلى شدة الفرح. أنت تستطيع يا رب أن تصنع هذه الأمور، فمد إيدك يا رب وتعظم وتمجد في حياة كل نفس سمعت هذه الرسالة في هذه الليلة. أنا بصلي يا رب من أجل الأخت أم سعد، بضعها بين إيديك، بصلي من أجلها رب المسها لمسة شفاء باسم الرب يسوع، وابنها سعد طلبت الصلاة لأجله وأولادها، بصلي أنك تتعظم وتتمجد في حياتهم بقوة. مد إيدك يا رب، اصنع أمور عظيمة في حياة هذه الأخت أيها الرب إلهنا. يا رب افتح قلبها وبيتها وحياتها لحضورك الإلهي، واملأ يا رب بيتها بحضورك وبمجدك يا سيد رب، واملأ حياتها بحضورك أيها الرب إلهنا. بصلي يا رب من أجل الأخت وزيرة، بصلي من أجل أولادها يا رب، انزع أنت كل خصام واملأ قلوبهم بالمحبة أيها الرب إلهنا. اسكب سلامك في وسط هذه العيلة أيها الرب سيدنا. يا رب أنت حلال المشاكل، أنت صانع السلام. بصلي من أجل الشرق الأوسط يا سيد الرب، بصلي من أجل سوريا والعراق ومصر والسودان وليبيا وتونس، كل هذه البلاد اللي فيها مشاكل ملهاش أول ولا آخر، لكن أنت تقدر يا رب تحل هذه المشاكل، تصنع سلام، تمد إيدك يا رب، تحمي شعبك، تحمي كنيستك يا رب، وتحمي أولادك وبناتك بقوة يدك القوية القديرة. بارك هذا البرنامج، وبارك كل كلمة كلمتنا بيها، وبارك أن هذه الفضائية مستخدما إياها لمجد اسمك العظيم بقوة. في اسم حبيبنا الغالي يسوع بنصلي، بنثق أنك بتسمع لينا وتستجيب لكل مجد وكرامة وسجود وعبادة من الآن وإلى أبد الآبدين، آمين. أحبائي بشكركم، بلتقي بيكم الأسبوع اللي بعد الجاي في ملء بركة الإنجيل. إلى اللقاء، سلام المسيح مع جميعكم.